نظمت السلطة المحلية بحضرموت على خشبة المسرح الوطني بمدينة المكلا الحفل الخطابي والفني في ختام برنامج الاحتفالات بالذكرى الثامنة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بحضور النائب البحسني ووزير الدفاع. المزيد في هذا التقرير. تطيح الروس في غاية مطالبها. ختاما لبرنامج الاحتفالات بالذكرى الثامنة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي أقيم على خشبة المسرح الوطني بمدينة المكلا الحفل الخطابي والفني الذي أقامته السلطة المحلية بالمحافظة بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء فرج البحسني ووزير الدفاع الفريق الدعيري وسفير بلادنا لدى دولة الإمارات الشقيقة. فقرات متنوعة سيطرت على انتباه الحاضرين كونها شملت ريبورتاجا لخص بسالة وشجاعة أبطال قوات النخبة الحضرمية والإرادة والعزيمة لتحرير مدن الساحل من قبضة العناصر الإرهابية في 24 من إبريل 2016 بدعم سخي من قوات التحالف العربي ومساندة شجاعة بالمال والرجال من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. الحفل الختامي الفني تخلله لوحة فنية حملت عنوان ملحمة جذور الانتماء النخبة والشعب، جسدت قصة الصمود والتضحية والتلاحم الوطني لقوات النخبة الحضرمية التي أسهمت في تحقيق النصر الكبير على تنظيم القاعدة الإرهابي وإعادة الحياة إلى المحافظة بعد أن عانت لمدة عام كامل من سلب للحريات والحقوق والتنكيل بالشباب والمرأة وفرض القيود على المجتمع. النجاح الكبير الذي حققه أبطال النخبة الحضرمية بجعل ساحل حضرموت أنموذجا يحتذى به يجعل أيام السنة جميعها عيد وفخر بذكرى التحرير، ويؤكد أن لحضرموت رجال قادرين على مكافحة الإرهاب وتبديد الظلام واستتباب الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وامتلكاتهم ومكتسباتهم الوطنية.